مونتي كارلو الدولية، كافي شو غادة الخليل، باسم سلوم، مساحة حرة. مساحة حرة، نستضيف في استوديوهاتنا الأخوان الموسيقيان الشابان عياد وساري خليفي للحديث عن ألبومهما الجديد، وهو الألبوم الأول لهما، يعني سوفت لإلون بعنوان صوبيا. نقول لهم مرحبا أول شيء. تأخرتوا شوي، معلش. حنتحدث شوي عن هذا الألبوم، وأيضا أعرف بعياد وساري خليفي، وهما ابن عازف الأستاذ أنطوان خليفي اللي هو رئيس قسم الشرقي في الكونسيرفاتوار اللبناني، وهل الأبناء اللي تأثروا بالشرق ولكن لهم أسلوبهم الخاص للجاز الكلاسيك. رح نحكي شوي عن هذا الألبوم، مهم كمان من العائلة فنية عريقة، لأنه عمهم أيضا مارسيل خليفي اللي منوجه له تحية، وخالهم شرب الروحانة، فيعني ما أحليكم، أسعدتونا بهالصباح. نطلب من دنيا أنه يمكن نستمع إلى مقطع من صوبيا قبل أن ندخل إلى أجواء الألبوم. عالم ثانية. نعم، على آلة البيانو عياد خليفة، وعلى آلة التشيلو ساري، وهما توأمان. يعني نحن من حسن حظنا أنه في واحد شوي مختلف عن الثاني، وإلا كنا ضعنا. طيب نبدأ مع المقطوعة اللي استمعنا لها، One Way Trip، رحلة باتجاه واحد يعني بالعربي. هيدي أكتر فيها جاز، يعني ملامح الجاز أكتر من الموسيقى العربية. نحن بلشنا فيها، بس كان في كيف نبلش بغير قطعة فيها ملامح عربية أكتر يعني. نعم، الجاز حاضر كمان حقيقة، موجود كتير بالألبوم. شو رأيكم نحكي أول شيء ونعرف شو يعني صوبيا؟ يعني العنوان منه عنوان اعتيادي، هيدا أكيد منه بتداول، يعني إذا بدكم ممكن يعني الناس تتسأل شو السبب اختيارنا للعنوان. نعم، أكيد في الصوبيا يلي هي آلة تدفئة موجودة بعدها بكم بيت بالجبال يعني. وعلى مختلف الأشكال والأنواع، وفيها تكون مرات تكون بسيطة، فيها تكون معقدة أكتر، مزخرفة، وفيها تكون يعني تحفة فنية بحد ذاتها يعني. بس هذا البعد الأول أكيد ما رح نحكي عنه، لأن هذا واضح واضح. بس في البعد الثاني يلي هو الفني، صورة انطباعية من الناس يلي بيكونوا مجموعين حول الصوبيا، يعني العيال بالجبل مثلا، يعني مشلمت مثلا يعني فرح الاجتماع، كل هالاحاسيس يلي فقدناها من وقت طويل، هذا دفع العائله يعني موجود. والحلو ان هالكلمه واحده صوبيا بتعبر عن كل هول، يعني الكلمه واحده. في كتير صوبيا بلبنان على فكره، يعني بكل جبال، يعني بكل البيوت القديمه في صوبيا، بنلاقي صوبيا بعد هلا حتى يعني. كل شخص منكم حتى انتم عنده ذكريات مع مزبوط وكستنا. بس هلا انا يعني
يعني طبعا حكيتوا عن الصورة اللي هيك اللي فيها دفء من صوبيا. صوبيا يمكن كمان إذا منشرح ليش قلنا أنه أكتر شيء بالجبال، لأنه يمكن وسيلة التدفئة اللي هي من بالكهرباء ما بتعمل ايه كثير على التلج، ما بتدفئ أصلا، ما في كهرباء يمكن ما في كهرباء بلبنان أساسا يعني حتى بالجبال أضرب وأضرب يعني ايه وقت التلج وانقطاع الكهرباء يمكن بسبب هذا الموضوع. صوبيا على الحطب يعني. طبعا مزود عن المزود. فطب خبرونا عن هالطفوله، يعني انتوا اكيد عشتوها، لو ما عشتوا هالطفوله منا هالصوره بعدها كتير براسكم. ايه هلا كنا صغار يعني، هي اكتر صوره منا كتير واضحه يعني، انا ما في لك بالضبط بس بايام الشتاء مثلا اكيد ايام الشتاء، واكيد يعني بتذكر الاجتماع، بتذكر بس ما بتذكر تفاصيل تانية. هو اكتر يعني مثل جربنا ناخده هذا الانطباع ونعمل منه موسيقى تكون قريبة على هالشعور، هذا الشعور. وبدنا كنا حابين نقدم عمل غير مصطنع يعني، وبعيد عن السطحية الموسيقى يلي اليوم بالسوق معروفة. بشكل وتكون بذات عمل الذكريات يعني. يعني هي في شيء من ذكرياتكم الطفولية اللي كانت فيها. إيه طبعا. وهذا العمق بده كتير تفكير وتصميم إنه. آها بما إنه حكينا عن التفكير، فشو رأيك باسم نسألهم، بما إنه هني يعني الألبوم يتكون من 9 مقطوعات لعياد وساري خليفة، وأيضا 2 اشتغلوا على الفكرة. فخبرونا وقت كنتوا تختلفوا وكيف ترجعوا تتفقوا، ما في اختلاف على الاسم يعني، بنختلف شوي بس بشكل عام نكتب سوا ونألف سوا. هلا اكيد كل واحد عنده شخصيته، كل واحد عنده يعني الاراء تبعه، بس بالاخير في دائما مثل اجتماع على الفكره، كومبرومي، او يعني دائما تتفقوا يعني بعدين بالنهايه بالاخير مش دائما بهالسهوله يعني الاشياء بتصير. في كثير جدال، في كثير يعني في هلا ما حكيكم بالضبط مين عمل شو بالالبوم هذا يعني لغز دخل اللغز لانه من محله واحد يقول يعني مزبوط. بس مشتغل سوا هذا اكيد، و اتفق بالاخير مين سمى صوبيا يعني، فكره مين كانت. احنا اخذنا كثير اسماء بالاول، وكنا بعد عم نشتغل على الالبوم وما كنا بعد عارفين بالضبط. وبعدين صوبيا، حدا قال صوبيا ما بعرف ساري يمكن، او وقلنا هي الفكره، بس لازم تكون فكرة الموسيقية متناسقة مع هذا العنوان، انه حط صوبيا ونعمل شيء مخصه شوي غريبة. فاشتغلنا بهالاتجاه يعني. وصورة الغلاف ايضا هي صورة غير صورتكم انتما. شو لابسين؟ عبايات. لكي عندك العبايات وعندك العوينات المعاصرة شوي يعني، هذا المزيج بين الحضر والسكسوكي. وفي صوبيا، في صوبيا ورا مزبوط، وهيدي صوبيا مزبوطة. هي مشتعلة هيك اخدين النار فيها. لا النار لا بس عليها. الصورة بس الصوبيا كصوبيا يعني صحيح. صورناها، مش نحن صورنا عنا نادر مصلي اللي عمل الغلاف. بالألوان بتشوف انه في عندك أزرق وعندك شوية أحمر هيك أوقات يعني، تحس بالساعة، بتحس في ايه انه بارد يعني، الألوان باردة. وطبعا نذكر بأنه تم إطلاق، عملتم على إطلاق الألبوم من شي أسبوعين تقريبا. مزبوط. فخبرونا عن إطلاق الألبوم، عن الأجواء اللي كانت رفقته. هلأ إطلاق الألبوم أكيد ما كنا كتير عارفين كيف الناس رح تتلقى الشغل، لأنه العمل منه عمل كتير يعني تجاري، ما كنا عارفين إذا الناس رح يعني تتلقى منيح. بس في اصداء حلوه، في اصداء كتير حلوه. نحن ما كان بدنا نضيع المستمع، فجربنا نعمل شيء يكون بذات الوقت يعني كثيف موسيقيا، بس اكسيسيبل يعني بيوصل للجميع. يعني انه مش انه بس لفئه معينه. مزبوط. من الناس اللي بيحسوا حالهم انه يعني مثل واحد عم يطلع، بعطيك اكزامبل، عندك لوحه قدامك مثلا، انه من بعيد بتبين واضحه يعني، كل التفاصيل واضحين، بتقرب عليها تشوفي يعني تفاصيل كتير 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 صغيره ما كنت منتبه لها. مزبوط. والجميل بهذا الموضوع عياد وساري، انه بما انك قلت اللوحه، احيانا بتشوف اللوحة أول مرة بترجع بتشوفها مرة تانية، بتنتبه للتفاصيل. مزبوط. يعني حتى العمل مفروض أنه ينسمع أكثر من مرة إذا بدنا نكون صريحين، لحتى نعرف أنه شو بدكم، شو وين واصلين بأفكاركم. نعم. في كذا ليفل من الاستماع يعني. نعم. على فكرة في واحد بسمعه على كذا على عدة مرات وما بيقدر
كمان عدة مستويات. ومنلاحظ انه يعني المقطوعات منا قصيرة 8 7 9 يعني منا سهل كمان تأليف مقطوعة بهالطول. ايه بس نحن عنا افكار عنا كتير افكار ولازم نعبر عنها. حرام واحد يعمل ليميتاسيون على الافكار بس تصير القطعة 3 دقائق يعني. ما كان ما دخلته بهيدا المعمعة التجارة تماما ابدا. منا اغنية عنا فكرة بدنا نوصلها للاخير وبدنا يعني بنعطيها الوقت اللازم تتعبروا عنا. فشو رأيكم نسمع بعد مقطوعة من صوبيا؟ يلا جزان أو الحياة تستمر. هذه هي المقطوعة اللي تستمعنا إليها. شو دك يعني أنا هلا عم بسمع كمان معكم من جديد عم بجعل اكتشفت يا مثل ما ملاحظين يعني الفكر الموسيقي كتير واسع يعني ومنا حصرينه بنمط يعني معين وإمكانياتنا بالتأليف نحن تسمح لنا نمس يعني بكذا نوع من الموسيقى ان كان عربي والجاز والكلاسيك. كنت عم تسمعه فجأة في الدف فجأة صار في هيصة يعني هلا اكيد الخطر بس نعمل هالشي انه نضيع ونضيع المستمع اكيد يعني بس نحط كتير قصص والناس ما عادش تعرف. طب ليش شو دخلتوا بهالخطر؟ لا لا بس هلا في اصول لعمل هالشي هلا الخلطة في طريقة وال يعني الربط بين هيدي الانماط بده يكون بشكل متقن ويكون في لباقة كمان بال هو العمل خليط من كذا نوع يعني في عندك جاز موسيقى عربية موسيقى كلاسيكية حتى يعني وفي بالعمل آلات غربية مثلا مثل البيانو يعني كلها غربية عندك باس بيانو عندك آلات شرقية مثل يعني البزق والدف. البزق مين عزف عليه؟ إلي خوري يلي جازو مشار بالروحانة كمان والدف زاد أخونا خينا أخو صغير يعني العائلة كله يعني تشلو هو بيجي مثل همزة توصل أو مثل يعني مثل جسر بين كل هالحضارات يعني يعني ألبوم مؤلف من 9 مقطوعات موسيقية. موضوع إنتاج ألبوم موسيقي بالنسبة للغناء عم بيكون صعب فكيف بالنسبة لموسيقى صرفة يعني كيف تم إنتاج هالألبوم؟ في شغلة كتير مهم كتير إنه أفاق هي اللي مولت المشروع هي مؤسسة سقفية يعني ما هم أبدا الماديات ما عندها ربح مادي ما عندها ربح مادي هو المشاريع المستحقة بتاخد بتاخد يعني في يعني مثل كونكور بيعملوا كونكور يعني اذا انتم كان لكم مشروع كون اللي تقدمتوا فيه موسيقية من بين مشاريع كتير تم تقدم وانتم كنتوا من المختارين طبعا ويعني افاق بهمها تساعد المشاريع الجدية يلي فيها مستوى تقني فكر ويعني فكري معين يعني ويعني بغض النظر اذا في مردود مادي كبير ولا ما في مردود مادي كبير ولا هذا عائق كبير لكل الموسيقيه والفنانين اليوم
لأنه في كتير ناس يعني جديرين موسيقيا لازم يكون عندهم هيك نوع إنتاج وما عندهم ما قادرين يوصل يعني وقبالهم عندك يعني ليبلز لحقين أكتر موسيقى طبعا لما منقول إنتاج يعني منقول تسجيل الأغاني منقول توزيع على وسائل الإعلام استلمت كل شيء لا, لا الماديات يعني كل شيء تكلفة مادية كل الاستديو ميكساج ماسترينج موضوع الماركتينج وهيك عليكم علينا مزبوط مزبوط يعني وفي صعوبة هلا خصوصا أنتم تعيشون في فرنسا وليس بس يمكن كمان أسهل لنوعية الموسيقى اللي عم تشتغلوا عليها يكون مزبوط. من مزبوط. شي دولة عربية كنا كتير متفاجئين أنه الأوروبي عن جد في حماس على عم يرحبوا كتير شفتكم أخدين صورة وأنتوا عم داخلين لأحدى المتاجر المتخصصة بالموسيقى وأنه الألبوم هون موجود لا أكيد هذا شيء فخر يعني فخر إلنا شيء كتير جميل بس كنت بدي أقول أنه بدنا نحكي بعد شوي عن غير التعاون يعني مزبوط. ضمن إطار منحس إنه مثلاً أنا كجل ساري قلت قصة التشيلو أحياناً منحس في حدية لا هو مقصود إنه هيك يكون الصوت قوي حد يعني بآلتك لما تعزف عليها لا يعني هو الألبوم ساعة وعشر دقايق يعني أنا ما في مثلاً كل وقت نفس ال يعني أعزف بنفس الطريقة لأن الناس بتمل يعني عم جرب كمان يكون نوع يعني قد ما في بالعزف بالتكنيك يعني تقنيات العزف بالموسيقى العربية عندنا كتير كمان هيدا الصوت يعني عندنا الربابة عندنا صح هيدا الصوت شوي هيك شوي أسيد شوي حاد بس هذا بس ما انه مستعمل وما كان لا ما انه مستعمل وما كان وكان مطرح يعني يمكن مثل ما عم تقول نوع من التنوع هيدا تنويع نعم اذا عياد وساري خليفي منتابع معكم اللقاء وسنتوقف مع معزوفة كتير حلوة كمان من معزوفاتكم المختلفة اللي فيها كتير تنويع فدنيا رح نطلب منه انه نستمع الى هذه المقطوعة وبعدين بنعلق عليها من مقطوعة من مقطوعات صوبيا وهي بعنوان مونومانيا هيدا هو يعني مرض شخص يعني مهووس بفكرة معينة ما في يتخطاها ما في يطلع منها اوكي يعني هي كمان يعني القطعة بتحس انه يعني في عندك جملة بتنعاد بكذا طريقة بطريقة يعني هي الفكرة اللي مهووس فيها مزبوط يعني مزبوط وبالاخير يعني
قد ما يفكر الواحد بغير شيء بده يرجع على نفس الفكرة يعني. وحتى بالأخير إذا بتكملوها للأخير بتكون واحد عم يخفى بالليل كله بيروح بعده عم بعده يصحى بعد عم فكر بنفس الفكرة. بس عندي المشكلة بس بدكم تسمعوا للأخير تتعرفوا يعني إذا منشفى ولا لا. طيب أنا بس تسمحوا لي عياد وساري خليفي إني أتوقف عند كلمة العم مارسيل خليفي على ألبومكم صوبيا، بيقول أنا عاشق ولست بكاتب، اشتعلت الصوبيا في شفتي لهب ورائحة الضوء في سنبلة القمح، وفرحت بأقصى ما استطعت بحرارة موسيقى ساري وعياد خليفي. التمس عذرا باقتحامي عري هذا الجمال، حلو كتير. أكتب كل ما أحسه وأنكسر من الحب أحيانا، ولا أجيد الكتابة وأتمسك بالوحي يرشدني إلى الشعور الخالص وإلى أمل يؤنسني. أغرتني هذه الموسيقى، تمايلت كالشعر المقفى بالشهوة وببحة طعم الوتر المشدود. ها لكن مظبوط ملاحظتنا إلى التشيلو والبيانو. هناك شيء واحد يبرر كلمتي، شيئا واحدا يجعلني أكتبها، هذا الشيء هو حبي لصوبيا ساري وعياد. فتحية له. وأيضا في كمان تعليقات أخرى، أميمة كمان الخليل اللي بتوجه لكم تحية. مزبوط. نعم، ونحن لها نوجه التحية. طيب، في تعاون أول بانطلاق المشوار الفني لعياد وساري خليفي كان التعاون مع الفنان مايك ماسي من خلال ألبوم نسيج، وهذا الألبوم جدا مختلف لأنه ليس كالعديد من الألبومات. كان في الصوفي، كان في الألوان الشرقية، فخبرونا عن هذا البداية، بداية المشوار. نسيج كان يعني خبرة مهمة لنا، يعني كده كان أول سيدي بنعمله نحن، يعني ما كان عندنا كتير خبرة، وهذا عمل كتير يعني أفانغارديست يعني وشوي يعني كان قالب بالموسيقى نتفي العربية فوين تحتيني. وخصوصا مثلا أنه كنا بنحكي عن الفنان مارسيل خليفي، عدته يا نسيم الريح. مزبوط. بتوزيع مختلف كليا، وعنا الغناء بلبنان والبلدان العربية بعضه في يعني في طريقه معينه واحد بيغني فيها، في بروتوكول اذا بدك. نحن جربنا شوي نكسترو هلا بروتوكول جربنا شوي نكسترو، واكيد يعني استعمال الصوت شوي كآلي موسيقيه يعني مش كصوت صوت يعني الصوت البشري هو يعني كآلي مايك اكثر كان بيشتغل على صوته بطريقه مختلفه. مزبوط مزبوط. هو احمد جريء يعني وغني وكثير يعني عنده ميول شوي صوفي اكثر من صوبيا. صوبيا يعني عمل اكثر يعني سلس ومريح اكثر على الدينه، بغض النظر عن عن دسامة الميد الموسيقية اللي فيه. لا أكيد الاثنين إلون كل واحد إله لونه. ومثلا ممكن تكرروها هاي الفكرة هذا. يمكن أكيد بالمستقبل، بس هلا نحن أكيد رح نشتغل سوا، أكيد رح نشتغل سوا لأنه ضبطين مع بعضنا. لا ولا وبالعمل الجديد ما في غنى، يعني الموسيقى هي طاغية، الموسيقى طاغية وعنا حرية شوي أكبر لما يكون في واحد عم يغني يعني بحد من الموسيقى. إيه طب ما عندك حرية مثل ما واحد بيكون عم يكتب للموسيقى، يعني في ساعة في يطلع في ينزل فيك أكثر مجالات يعني. مزبوط. نعم. الألبوم اللي بده يسمعه يعني وين في يسمعه؟ موجود على متاجر إلكترونية فرضا بالعالم العربي؟ صوبيا أكيد يحب بالفناك بالفرنسا بالفيرجن بلبنان. هتروحوا على لبنان تطلقوه؟ ايه طبعا في 18 اب الشهر الجاي بالفيرجن ميجاستور. اكيد يلي بحب اكيد يجي، اهلا وسهلا. موجود على المتاجر الالكترونيه طبعا يعني طبعا اكيد هيدا جزء كثير من سبوتيفاي ديزر وين ما كان. نعم هنزل وين ما كان، بس انه كمان يمكن اذا كان الحضور للحفلات بيساعد اكثر واكثر باطلاق الالبوم، قد يكون يمكن هيك بتفكروا شوي بالمرحله المقبله انكم تعملوا. يعني يمكن صعب عليكم هلا بنقول انه بس عياد هو استاذ آلة البيانو بيعلم بيدرس، بينما ساري بيشارك بالفيلارموني بمدينه ستراسبور الفرنسيه الجميله. كيف متحمل البرد انت؟ يمكن لانه قاعد هناك بستراسبور. لا بس فكره الصوبيا حلوه
بقول لك بالشتي بس. هلا كل واحد عنده اشغاله اكيد يعني، بس يلا بدنا نجرب نلاقي حلول. اكيد بضل في اوقات مشتركه. انتم كشباب يعني صغار جيل جديد، ما يعني جيل جديد فينا نقول بالعالم يعني، هون بفرنسا بنلاقي حتى الجيل الشباب الجديد بيتابع هالانواع من الموسيقى، بيلحق الموسيقى مو بس الاغاني البوب والاغاني العاديه. كيف بتشوف الوضع بلبنان وبالعالم العربي من خبرتكم مثل من ورا ما بتسمعوا يعني؟ هلا بلبنان عم يبلشوا شوي الناس يتقبلوا مشاريع جديده، وفي ناس عم تكتب بتبلش ارتست بلبنان، يعني عم بيكون في حضور للموسيقى. مزبوط. يعني خصوصا بالنسبه للشباب. مزبوط. يعني الجيل الشباب مزبوط، والشباب اكثر يعني، وشوي شوي ان شاء الله. وما في تعاون مثلا مع احد من افراد العائله؟ تعاون اكيد، بس هلا مع مارسيل كمان مع مارسيل يعني بنعزف كمان مع شربل، مع شربل. رامي كمان، رامي خليفي، مع رامي خليفي، يعني في تعاون، بس كل واحد شغله يعني، كل واحد يعني انا بس روح بدي اعزف مع مارسيل، بعزف موسيقى مارسيل، بس بدي اعزف مع شربل موسيقى شربل. كل واحد اخذ خط، كل واحد اخذ خط لحاله معين موسيقى، وحتى نحن اخذين خط يعني كتير مختلف عن مثلا بشار او عن رامي، بس كلكم عائلة فنية، بس كلنا عائلة فنية وكله حلو الفن. بعدين محله كلنا نعمل مثل بعضنا. صحيح. فمبروك إذن للعمل الجديد للشقيقين التوأم عياد وساري خليفي صوبيا، وهو الألبوم الأول كموسيقى بعد ألبوم نسيج. وتحية أيضا إلى الفنان مايك ماسي. طبعاً. ولكما طبعاً. ولكل أفراد. مرحبا مايك، إذا بسمعنا من الضيوف الدائمين بمونتي كارلو مايك. شكرا لحضوركم، وبدنا نقول مبروك كمان لعياد. يلا زواج وين بعد كم يوم؟ بعد الجي. فبيكون يعني احتفال أكثر من احتفال. شكرا على الاستضافة. شكرا لحضوركم. شكرا دنيا. وسنختم مع صوبيا، عنوان الألبوم. بس يلا دفوا منيح. دفوا منيح. بقيت نهار دافئ مليء بالمحبة للجميع. باي باي. باي باي. باي باي.